هلأ بدنا نكمل مع مقاطع المد الطويل. إه هو آ، إه آ ها، برافو. إه أو، هو، إه إي، طلعوا كيف برسمها، هي. ها هو هي، ها هو هي، رائع ومميز. طيب هلا بدنا ندور على حرف الايه بين مجموعة الحروف هاي ونحط عليه دائرة. وينه حرف الايه؟ هذا حرف الايه، برافو، حط دائرة. طب هذا ايه؟ لا، الرمان، السوس، الجزرة، إيه سهم. يلا برافو، حط دائرة. طب هون حرف الإيه، هذا إيه؟ لا، هذا الموز. طب هاد إيه؟ هلال، حط دائرة. الرمان، إيه حلوة، الليمون، أيد، الدجاجة، إيه هدية، إيه وردة، السوس، إيه هيل، إيه سهم، موجود بكلمة سهم، برافو. هلأ بدنا نوصل الحرف مع الصورة. هذا الام، ام، ان، اه، او، اي، وجه، وجه. وين الحرف اللي بيبدا بكلمه وجه؟ برافو، وصل. هرم، هرم، برافو، اه هرم. مسجد، مسجد، وين الان؟ دابا. يد، اي يد، وين الاي؟ رافا. نهر، نهر، يلا نوصل، وين الان؟ نهر، برافا، رائع. هلأ بدنا نركب مجموعة الكلمات هدول، نركبهم عشان نطلع الحرف، عشان نطلع الكلمة. إيه هو كسرة، هي، شطبناها. نروح على الحرف اللي بعده، إيش هو؟ ال، وفي بطنها آ، هي، لا، هي لا، وال، هي لال، هلال. طب تعالوا نشوف كلمة الحرف الأول بالمربع الأول، اس، سامي. شكرا لكم يا سنافر، يا حلوين، يا أبطال، ويعطيكم ألف عافية. سنفور الرائع والمميز، ما تنسى تحل الواجب تبعت لي إياه على الواتساب. شكرا كتير لكم سنافر.